مشاهدينا عدنا ونبدأ مع ضيوفنا المتخصصين التعرف حول مشكلة المصانع المتعثرة، وهذه المشكلة بالفعل لدي فيه بها مدخلات كثيرة وبها عراقيل كثيرة وتحتاج إلى أكثر من حل وأكثر من وجهة نظر، وربما تستغرق وقت طويل في الحل، من ثم على جهات معنية وجهات متعددة تدخل لحل هذه المشكلة. دعوني بداية هذه التفصيل والتحليل لموضوع المشكلة والملف أرحب بضيفي في الاستوديو، المهندس محمد البيلي عضو اتحاد الصناعات، أهلا بحضرتك يا باشمهندس. ودكتور خالد نجاتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهلا بحضرتك. نبدأ مع باشمهندس محمد. يعني باشمهندس محمد أرجو أن تحطنا بالمشكلة، خصوصا إحنا عندنا الحقيقة أرقام متعددة في مسألة المصانع المتعثرة، يعني بعض الجهات والجمعيات المتخصصة وغير المتخصصة، جمعيات المستثمرين تحديدا، بتعلن عن أرقام كثيرة في مسألة المصانع المتعثرة، بينما الدولة بتعلن عن عدد قليل قد لا يتجاوز 140 مصنع تقريبا. فلو تحيطنا حضرتك بالمشكلة. والله الحقيقة بالنسبة للمصانع المتعثرة في مصانع كتير متعثرة، وده خلينا نشوف كان نتيجة، طبعا احنا بقالنا حوالي 4-5 سنين مش هنقول السوق متوقف، ولكن في مجالات كتيرة فيه اهتمامات للدولة أكتر من اهتمامات تانية، والسوق الحقيقة كان نايم، فالمصانع تعبت، سواء مصانع الانتاج بتاعها قل والبيع قل، لأن طبعا دورة الأموال في البلد كانت تقريبا متوقفة الفترة اللي فاتت بعد الثورة تحديدا، يعني تمام. ففي مصانع مشاكلها كانت واخدين قروض ومش قادرين يسددوا لأن دورة الأموال تقريبا توقفت، في مصانع كانت بتواجه مشاكل مع الضرائب والتأمينات، ليه؟ لأن الضرائب والتأمينات والجمارك عايزين حصيلة للدولة علشان الدولة تصرف، ولهم مواعيد ثابتة طبعا، وفي نفس الوقت المصانع متوقفة أو تعبانة، فده نوع تاني من العجز في المصانع والتعب المصانع. في نفس الوقت نيجي مثلا للعمال، الأسعار بتغلى وبيطلبوا المصانع بزيادة مرتبات حقهم برضه، يعني طبعا غير مكافأة للحالة الانتاجية للمصانع وحركتها طبعا، والمصانع بتقف أو بتتعثر. في نفس الوقت التمويل، مشاكل التمويل ومشاكل العملة ومشاكل الدولار، صحيح. في نفس الوقت النهاردة المصانع بتستورد خامات، بتستورد بالدولار، بتدفع الدولار ب 19 جنيه بس الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب 13 جنيه، تتعامل في سعر الفرق ده ربح، صح. يجي البنك المركزي يقول لا هنعدله مصلحة الضرائب، احنا ملناش دعوة، واخد بال حضرتك؟ مشاكل كتير بتؤدي للتعثر ده، يعني ده طبعا بالإضافة المترتبة من 2011 واللي حصل، يعني وما سبق ربما 2011، ما هو احنا قلنا احنا قبل 2011 كانت الدنيا ماشية، بس كنا هنوصل برضو للمرحلة لنفس دي النقطة. طبعا سواء جت ثورة ما جتش ثورة، حتى أيام حسني مبارك لو استمرينا على كده كنا هنوصل لنفس المرحلة اللي احنا فيها دي. فيعني احنا يعني الحكومة خدت قرارات اقتصادية والرئيس خدت قرارات اقتصادية، أنا من وجهة نظري شايف أنها قرارات بتبني بنية أساسية علشان المستقبل بتاع البلد، ممكن تكون بطيئة، ممكن تكون فيها بطء جامد في القرارات وفي الجري المدى الزمني بتاعها، يعني نبحث عموما مع حضرتك بالقرارات دي. لكن بداية دكتور خالد برضو قبل ما ندخل للقرارات ونبحث أساليب الحل وسائلها، من استراتيجيات إذا كنت يعني بحاول أضيف في هذا الأمر، هل من استراتيجيات الدول أو من الطبيعي استراتيجيات القطاع الخاص تحديدا وضع نظم وخطط في حالة التعثر أو في حالة وجود عراقيل أو ذور عراقيل، يبدأ القطاع الخاص أو القطاع الاستثماري بالتدخل لحين مرور المشكلة؟ هل القطاع الاستثماري في الفترة اللي هي بدأت المصانع دي تتعثر فيها أدى دور أم أنه توقف ورفع إيده وده فاقم ورفع من حجم المشكلة؟ لا طبعا، انا بس قبل ما اجاوب سيادتك على النقطه دي عايز اعلق بس تعليق صغير على السؤال اللي حضرتك سالته للبشمهندس محمد، ان موضوع التعثر بالنسبه للمصانع هو موضوع نسبي. ليه؟ مفيش تعريف موحد للتعثر، الارقام متباينه. ليه؟ الحكومه بتقول 100 وشويه والجمعيات المستثمرين بتقول الاف. طب ليه؟ لان انت هل المتعثر ده اللي هو قافل خالص توقف على الانتاج، وهل اللي مش عارف يسدد ديون البنوك، ولا اللي مش عارف يسدد الجهات السياديه زي الضرايب والكهرباء والغاز وخلافه، ولا اللي مش عارف يغطي تكلفته ويدفع مرتبات؟ هو يعني تفسير كلمه التعثر هنا كل واحد على حاله،
فما ينفعش نقول 100 140 والناحيه الثانيه تقول لك ده 2000. هو المشاهد هنا بيستغرب بيقول يعني منين الحكومه بتعلن 100 حاجه و30 ما وصلوش 140 مصنع، الجمعيات بتعلن بال 500 كل جمعيه فيها 500 مصنع. هو مساله نسبيه. هو مساله نسبيه. السؤال عفوا برضه هي ما توقفتش المصانع، تعثرت لكن لا، ما هو في ممكن من ضمن التعثر مواقف مصانع متوقفه تماما، متوقفه زي مصانع النسيج. انا اعرف مصانع النسيج كانوا بيعملوا مليارات قبل يناير، واللي حصل دلوقتي اصحابها في السجون. تمام. طب عملوا ايه؟ ذنبهم ايه عشان اللي حصل في بلد هم يتسجنوا وملاحقات قانونيه ادت بيهم للدخول في السجون؟ هنتعامل بقى مع متعثر، دي كلمه شامله جماعه، نقول بقى واقف متعطل عنده مشكلات. تمام، هي مساله نسبيه. اتفضل حضرتك. دور المستثمرين ما كنا بنسال عنه في مساله وقت او مرحله اللي هي من 2011 لحد ما بدات الدوله تضع كل التركيز على مساله الصناعه الصغيره المتوسطه. ليس من المعقول ان نطلب من المستثمر سواء محلي او اجنبي انه يستثمر في مصر في الوقت الخمس ست سنوات اللي فاتوا. ليس من المعقول ابدا. هو موجود يا فندم يعني اوريدي هيخرج تبقى خسائر. لا، انت بتتكلم عن مستثمر موجود في مصر. لا، انا بتكلم على دلوقتي. هو كان احنا مثلا نرجع 2008 9 10 كانت الامور ماشيه نسبيا. جميل. في مشكلات. جميل. حصلت ثوره 2011، حصلت مشكلات، تفاقم تضاعفت. دور المستثمر اللي موجود بالفعل في السوق هنا ايه؟ هل يخرج ولا يدعم اكتر لحين المرور من عنق الزجاجه؟ صح. نطلب من المستثمر اللي بيضخ راس مال سواء محلي او اجنبي. طبعا. انه ما طلبش منه انت عليك التزام ادبي تجاه الدوله. لا، ده مستثمر، ده دور الحكومه وليس دور المستثمر. المستثمر يقول لك البلد دي بتخسر، اسحب، اقفل، استثمر في دوله ثانيه على طول خسائره ويمشي. طبعا، لان هو ده مستثمر، ما هوش دور. ده دور الحكومه. الحكومه فيها قطاع اسمه قطاع البي بي بي او مشاركه القطاع الخاص مع القطاع العام في المشروعات. موضوع التعثر حله مش بس ضخ اموال. وانا ضد الفكره بتاعت ان نعمل شركه جديده راس مالها 130 ولا 150 مليون جنيه عشان نساعد في التعثر. يعملوا ايه ده؟ ما يفتحوش مصنع جديد. لكن هو دور البنوك. انا اعتقد ان مثلا ال 200 مليار اللي اعلن عنهم سياده الرئيس لتمويل قطاع المشروعات الصغيره المتوسطه، يجب ان يخصص منهم 50 مليار على الاقل لتعويم المصانع المتعثره. طب ما انت عايز تمول مشروعات جديده، مشروعات جديده عشان 200 مليار دول عشان تمويل مشروعات جديده. ما هو المشروعات دي هتاخد وقتها على ما تطلع دوره الانتاج بتاعتها وتبتدي تشتغل وتضاف للناتج المحلي. انت عندك مصانع متعثره او متوقفه او شبه متوقفه، لو ضخيت فيها فلوس النهارده بكره الصبح هتطلع لك انتاج. طب بكره الصبح هتصدر. على ما نبحث المشكلات دي ازاي نقدر نمشي بالتوازي ما بين بحث المشكلات تفصيليا والتدقيق في هذه المشكلات مع اتخاذ خطوات ايجابيه فعاله او التحرك قدما بتوظيف ال 200 مليار اللي خصصتها الدوله للصناعات الصغيره والمتوسطه، او جزء منها يبدا يتجه لحل مشكله المصانع المتعثره. ما هو الموضوع المصانع المتعثره لابد من قرار جريء فرمان رئاسي. مش ما عندناش احنا رفاهيه الوقت نقعد لسه ندرس ونعمل وكل يوم يضاف 100 ولا 200 مصنع ولا 20 30 مصنع يقفله. ما عندناش رفاهيه الوقت. تمام. فده بيشرد عماله، بيزود لك نسبه البطاله، بيزود لك العبء الدين العام بتاع الدوله. طب باشمهندس محمد، عشان نمسك العصايه من النص زي ما بيقول، يعني اذا صح التعبير، عشان لا ضرر ولا ضرار، يعني الدوله هي بتضع او بترصد مبالغ وارقام لتنميه مستدامه. ازاي لا تستنزف هذه التنميه، هذه الاموال، دون ان نصل الى حلول، مع برضو ايضا مراعاه عدم توقف هذه المصانع؟ فمن وجهه نظر حضرتك ازاي نقدر نجمع ما بين الحلين المناسبين؟ يا فندم، هي العمليه فكره متبسطه. انت راجل عندك مشكله اقتصاد، عايز فلوس، عايز دخل للبلد. الدخل بتاع البلد ده هيجي حضرتك صناعة. منين؟ صناعه. يبقى لازم انا اي واحد عنده مصنع صغير ولا كبير اقول له ارجوك اشتغل واحنا وراك. مفيش بقى حاجة اسمها أرجوك اشتغل والتشريعات غلط، أرجوك اشتغل وهقرفك في الضرائب، أرجوك اشتغل وهتعبك. طيب تعالى نصنف بقى يا باشمهندس مع بعض النقط كده، الجهات اللي تقدر تقول له أرجوك اشتغل. هل الضرائب؟ هل غرفة الصناعة؟ هل جمعيات المستثمرين؟ زي الدولة؟ زي ما بيقال. تمام. ده محتاج قرار سيادي. بيه؟ الناس دي لازم تشتغل، محدش يجي جنبها. خلوها تشتغل. أنا هدي لحضرتك مثل المصانع. اتفضل. النهارده وزاره الكهرباء بتحاسب المصانع الكهرباء، وتيجي تحاسبهم على حاجه اسمها القسط الثابت. القسط الثابت ده ياخد اخر 3 شهور يشوف اعلى استهلاك 500 كيلو مثلا، ويقوم ضربه في 45 جنيه يطلع مثلا 22000 23000 جنيه. ده غير الاستهلاك يحصله كل شهر لكل المصانع. ازاي النهارده مصنع مقفول او مفتوح بيحاسبه بنفس بتنزل عليه؟ يعني في حاجات في التشريعات المفروض لازم تتحل بعيد عن البيروقراطيه. المفروض في حد يقف يقول ايه الكلام اللي بيحصل ده.
لازم تلغوا الكلام ده. طيب دكتور خالد، هنفترض تاخد القرار اللي بيقول عليه باشمهندس وحضرتك برضو بتتفق معاه، قرار سيادي بسرعه تحريك هذه المصانع، ونرجع بعد كده نبدا نشوف ونرجع للمشكلات ونفصلها ونحل فيها بعدين. هل مش ممكن بعد فتره من تشغيل هذه المصانع نيجي نحاسب؟ طبعا كل واحد هيكون عنده ظروفه، وليست كل الظروف بالقطع ان تكون سويه او ان تكون منضبطه يعني وفق اللوائح والقوانين اللي كان معمول بيها. مش ممكن لما نيجي نحاسب باثر رجعي نوجد مشكله جديده؟ لا طبعا، هو انا ضد مبدا ان احنا نديهم نحاسب باثر رجعي، ان ده سبب فشله قبل كده. ولو هتقول لي هتحاسبني باثر رجعي، انت عارف الشركات والمصانع بيتعاملوا ازاي في مصر، ويطلع لك ميزانيات وقوائم ماليه ان هي خسرانه والظروف البلد، مش هتعرف تحاسبه اصلا، بس مش هيطلع لك ارباح اساسا، هيديك قوائم ماليه ان هو خسران، هتحاسبه على ايه؟ ضريبين. ف من وجهه نظري البسيطه ان يجب تحسين المناخ العام الاول. نمره واحد، قرار سيادي من السيد رئيس الجمهوريه ان المصانع دي تشتغل، المصانع المتعثره نعومها، البنوك فيها فلوس، كلنا متفقين على ذلك اكيد. فعوم المصانع ال 200 مليار دول، يعني في 50 مليار كل سنه للتمويل المشروعات الجديده، خد ربعهم خد ثلثهم، عوم لي المصانع اللي متعثره تشغلهم. في مصانع لو خدت 10 مليون جنيه بكره الصبح بتشتغل بكامل الطاقه الانتاجيه بتاعتها. ليه انا ابتدي ادور من جديد؟ انت عندك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنميه ادوا لك مليارات الدولارات، حط جزء منهم للبنيه التحتيه وجزء منهم شغل دوره الصناعه. نتحاسب ازاي بقى على مستحقات الدوله في الفتره اللي هي وصلت بيها المصانع الى التعثر، المده اللي هي السابقه للتشغيل، ثم ما بعد ذلك التشغيل؟ انا النهارده هنتكلم بتفصيل ابسط للمشاهد، انا هدي 10 مليون مصنع اشتغل، هو اوريدي عليه مستحقات قديمه. هبدا احاسبه بعد ما اشتغل، احاسبه ازاي او اتعامل معاه ازاي في المستحقات السابقه؟ قسطهم له بطريقه مبسطه جدا، الجديده والقديمه. اعتبره ضم الاثنين، ما هو ده التعويم. انت البنك النهارده بيعمل، انت عليك 2 مليون جنيه للبنك، طب انت لو خدت 3 كمان هتشتغل بكامل الطاقه الانتاجيه وهتسد الخمسه، خد ضم له القديم على الجديد، اعتبره قرض ب 5 مليون واديه له على 3 سنين لخمس سنوات متوسط او طويل الاجل بفائده مبسطه، والمصانع النهارده بتاخد ب 5 و7% طبقا للمبادره بتاعت البنك المركزي. هو ده اللي يشغل لك المصانع. بص حضرتك، مصر فيها 92 مليون نسمه، صحيح، ابسط القواعد او اكتر او اقل مور ليس، يعني ابسط القواعد الاقتصاديه بتقول ان كل 100 دولار كل 100 دولار استثمار يجب ان تنتج 20%، يعني 20 دولار. طب انت مصر عندك 92 مليون نسمه، الدول المجاوره ليك اقربهم تركيا في عدد المواطنين اللي فيها، السكان في عدد السكان، بتنتج اجمالي الناتج بتاعها 195 مليار دولار، انت عندك بتنتج ثلث المبلغ ده، حاجه و60 مليار القيمه الانتاجيه بتاعتك سواء صناعي زراعي وخلافه. طيب انت علشان توصل لل 195 مليار اللي هم يكفوا 92 مليون نسمه، انت محتاج 750 مليار دولار استثمار. دخلنا 750 مليار دولار استثمار، ده عايزين 40,000 مصنع، انت في مصر عندك 6700 مصنع القطاع الرسمي وغير الرسمي، محتاجين شبكه طرق كبيره، انت عندك 3200 كيلومتر شبكه طرق، محتاج اكتر من 16,000 او 18,000 كيلومتر شبكه طرق، اربع ثلاث اضعاف الشبكه بتاعتك، حاجات كتير، محتاج تشريعات. المشكله احنا دكتور عندنا مشكلات كتيره وكلها متزامنه وكلها ملحه. ما هو ده اللي بيعمله سياده الرئيس، انه بيحارب في كل الجبهات، كل الجبهات يعني، عشان هي مالهاش حل، يعني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، يعني كل على السياحة، كل المطارات بتستخدم بتستوعب من 15 ل 25 مليون سائح. طب احنا عشان ما نحملش الحكومه اكتر من طاقتها، لان اصلا طاقتها مرئيه للجميع ومحدوده. باشمهندس محمد، ممكن ندخل القطاع الاستثماري والقطاع الخاص ورجال الاعمال بدور، يعني هي زي ما تقول ايه، يعني محاوله حل المشكله من جهتين، ممكن يكون هذا القطاع ليه دور ايه؟ او نقدر نفعل مثلا عمليه جذب استثمارات جديده لتنشيط القطاع الخاص مثلا؟ طالما المنظومة احنا وضبناها كويس، وعشان تتوضب المنظومة دي من كل الجهات لازم يبقى فيه تنسيق. الحكومة بتفتقد للتنسيق، يعني النهاردة لازم الحكومة تقعد مع بعض، انا لو عملت ده هعمل ايه، انا لو عملت ده هعمل ايه، النتيجة بتاعته. النهاردة الحكومة شغالة كل واحد في وادي، جزر منعزلة، دي مشكلة قديمة، برضو مشكلة قديمة كمان ما زالت موجودة. النهاردة المستثمر أنا عايزه يشتغل، عايزه يتشجع. النهاردة عشان يتشجع ريحه بالنسبة للإيه؟ للتشريعات. في نفس الوقت أنت عندك سوق موازي ضخم، بدل ما أنت قاعد بتاخد وباصص للمستثمر إيه هات ادفع، بص على السوق الموازي بتاعك،
هتاخد منه اكتر ما بتاخد من الناس اللي اوريدي بتدفع. اه لو قدرنا نستثمره صح بالظبط. في نفس الوقت عشان تشجع الاستثمار لازم يبقى فيه مساواه. ما تجيش النهارده تقول لي اشتغل وجنبي واحد لا بيدفع ضرائب ولا بيدفع تامينات ولا بيطلع فواتير وبمليارات بيشتغل وتقول لي اشتغل. هنا طبعا هتبقى مساله افتقاد العداله في التعامل مع طبعاً الطرفين. طبعا مفيش عداله. وبعدين في نقطه برضو تعقيبا على الكلام اللي قاله خالد بيه. النهارده حضرتك مستحقات الدوله اللي حصل في مصر ده فورس ماجير. النهارده فلنفرض ان انا في 2011 عليا للبنوك مثلا 10 مليون جنيه. عبال ما بدات اشتغل في 4 سنين اضرب بقى في 18% افريج بفوائدها بفوائدها. طب انا ذنبي ايه؟ هو انا ذنبي ان السوق وقف؟ انا ذنبي ان قامت ثوره؟ يبقى الجدوله تتحمل الدوله جزء لازم لازم طبعا. عشان كده بنقول قرار سيادي. تمام. طب دكتور خالد القانون الاستثمار الجديد انطرع بل تم طرحه تم مناقشته في البرلمان اضيفت اليه تعديلات. هل قانون الاستثمار وتعديلاته الجديده ممكن يكون له دور ايجابي يضيف على القرار السيادي اللي حضرتك مثلا بتطالب ده بكل تاكيد. المشكله الاساسيه في مصر هو قانون الاستثمار. انت عايز تدخل مستثمر، المستثمر ايه اللي بتطلب منه يدخلك ملايين او مليارات في الدوله وهو ما عندوش حاجه اسمها اكزيت سيناريو او وسيله التخارج؟ يجي يتخرج مش عارف يسحب فلوسه، ممنوع التحويلات، يجي لاي سبب هو تضمن الافلاس عموما يعني. قانون الافلاس امريكا يا فندم انا كنت عايش 15 سنه امريكا فيها 3 قوانين افلاس تشابتر 7 و9 و11 على حسب انت حالتك التعثر عامله ازاي. في افلاس وتسد على 30 سنه وفي افلاس وتعدم مديونيه كلها سواء لبنوك او لافراد او جهات سياديه فعلى حسب قدرتك. لكن المشكله النهارده قانون الاستثمار طبعا احنا بقى ليه قانون الاستثمار يقعد 2 3 سنين على ما يطلع؟ مش قادر افهم ليه يعني ازاي قانون الاستثمار 2 3 سنين. هو ربما هي الظروف هي اللي بتضطر او متغيرات المتغيرات دي سواء المحليه والدوليه المتغيرات دي يا فندم تجبر المتغيرات دي يا فندم تجبر الحكومه انها تسرع بالخطوه دي تعجل باصدار قانون الاستثمار مش تاخره. تمام. هذا لا يجوز ابدا. بس انا برضو بقول لابد من التركيز على قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه وتنميتها لان هي القاطره بتاعه الاقتصاد. هاخد من كلام حضرتك المشروعات الصغيره والمتوسطه والدوله بتولي اهتمام ورعايه كامله للمشروعات دي بالفعل. ازاي نقدر ندخل حضرتك باشمهندس محمد قلت السوق الموازي ندخل ندمج القطاع الخاص في نقدر نحطه تحت مظله القطاع العام ونستفيد منه خصوصا ان القطاع الخاص والسوق الموازي لم يتوقف لما توقفت هذه المصانع اللي كانت مرتبطه بالدوله في قطاعات كثيره يعني. ازاي نقدر نعمل عمليه الدمج دي وندخل القطاع الخاص نستفيد منه اكبر استفاده ممكنه او السوق الموازي؟ والله السوق الموازيه حضرتك شجعه ان هو يظهر بايه؟ شجعه ان هو الفلوس اللي هو حاططها في البيت وفي المصنع تطلع تخش في البنوك تقوم البنوك يبقى عندها سيولة زيادة. شجعه قول له تعالى انا هعفيك من الضرائب كذا سنة وبعدين بعد كده هتخش رسمي الدفاتر الرسمية بكله. واخد بال حضرتك؟ لازم نشجع السوق الموازية ولازم يبقى فيه رقابة بقى. يعني النهاردة كم المحلات اللي بتبيع من غير فواتير مثلا والمصانع اللي بتبيع وما بتديش فاتورة ده في منتهى الخطورة وغير مطابق للمواصفات وبنحصل كل المشكلات من غير ما نتكلم لو أنا تكلفتي زيه في 13% فرق ما بيني وما بينه. المفروض الكلام ده يبقى الحكومة في رقابة جامدة عليه. لازم الفواتير تطلع، لازم يتحصل الضريبة، المصنع اللي تحت السلم لازم يطلع ليشتغل. ما تهددوش شجعه. ما تهددوش شجعه، ضيف لي وتابعه. ضيف لي. طيب دكتور خالد حضرتك قلت لي تجارب مطابقة بره في دول متقدمة مهمة جدا بتهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. احنا مش هنوصف بمعنى يعني صح التعبير روشتة للحكومة ازاي تقدر تبدا تتحرك من ابسط الموسوعات الصغيره والمتوسطه، لكن من وجهه نظر حضرتك شايف ان الخطوات الاولى فالاولى تكون ايه؟ طيب ده موضوع طويل انا هختصره باسرع وقت ممكن وبتبسيط ارجوك للمشاهد عشان احنا نقدر نفهمه غير متخصص. حاضر. اولا في قصور في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيره والمتوسطه. اي انا قلتها كتير في التلفزيون، اي واحد تقول قدامه مشروعات صغيره ومتوسطه لما اقول لحضرتك يجي في ذهنك مشروعات ايه؟ الشباب والحرفيين وخلافه. ابسط حاجه. طيب هتعرف ايه لو قلت لك ان تعريف البنك المركزي في ديسمبر 2015 المشروعات الصغيره اللي بتعمل اجمالي مبيعات من 10 مليون لحد 20 مليون جنيه، المشروعات المتوسطه اللي بتعمل من 20 وحتى 100 مليون جنيه،
يعني الشركه بتعمل 19 اللي بيبيع في السنه ب 19 مليون جنيه اسمه مشروع صغير طبقا لتعريف البنك المركزي. الشركه اللي بتبيع ب 99 مليون جنيه اسمه مشروع متوسط. فالتعريف البنك المركزي خرج افرغ مصطلح المشروعات الصغيره والمتوسطه من تعريفه الدولي من محتواه الدولي ما بقتش هي دي، وعملوا حاجه جديده اسمها المشروعات الصغيره جدا والمتناهيه الصغر. ايا كان كويس ان بقى في تعريف، في قصور ما فيهوش قصور، في تعريف. ولكن تجارب الدول الثانيه، انا لفيت كل الدول قعدت مع كل الجهات بتاعت المشروعات الصغيره والمتوسطه. الهند على سبيل المثال، اولا ما ينفعش ناخد نقول هناخد تجربه الدوله الفلانيه ونطبقها في مصر. ليه؟ لان الفكر العمل مختلف. الشعب الهندي يعشق العمل، ممكن يشتغل 24 ساعه في اليوم. احنا في مصر كل سنه بنتخانق اجازه العيد 3 ايام ولا 4 ايام بالظبط. لو خدوا منك يوم اجازه مصيبه سودا، ثوره في البلد. الشعب الياباني يعشق العمل، خدوا مره يوم اجازه عملوا ثوره مش عايزين اجازه ونزلوا اشتغلوا. احنا في مصر مش كده، ايديولوجيات الشعوب مختلفه، وبالتالي مراعاه الايديولوجيات عشان نطبق نظم معينه. الهند يا فندم على سبيل المثال خدت عملت حصرت انتاج وتصنيع 13 سلعه اساسيه على قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه، المؤسسات الكبرى غير مسموح لها تعملها. طب يا دكتور نحسم القصه دي ازاي مع كل هذه الايديولوجيات، مع كل هذه الامور غير متوافقه مع مختلف القطاعات، مع المشكلات؟ يعني بص حضرتك ليه الموضوع برمته كده جمله كبيره. هو التعامل البحثي عمليه الرئيس القرار اللي طلعه في السنه اللي فاتت ولسه حتى الان جاري تنفيذه، وهو انشاء الهيئه العامه للمشروعات الصغيره والمتوسطه او هيئه مختصه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه تبع وزاره الصناعه. ده هيكون البدايه، لان مشكله هذا القطاع ان هو داخل في القطاع الغير رسمي. لما نقول مشروعات صغيره متوسطه بنشمل القطاع الرسمي والقطاع الغير رسمي او الموازي، فبالتالي لازم يكون في اب روحي هو اللي له مطلق السلطه والحريه في حل مشاكل هذا القطاع. دلوقتي بقى في تعريف، دي نمره واحد. نمره اثنين، فيها هيئه بتتعمل، نمره اثنين ارجو انها تخلص باقصى سرعه ممكنه. ساعتها لما يبقى ليها هذه الهيئه مطلق الحريه، انا بس الحاجه الوحيده كنت اتمنى ان هذه الهيئه تكون تحت يراسها السيد رئيس الوزراء، ليس تقليلا من شان المنستر أبي، راجل محترم جدا ومجتهد جدا جدا، لكن المشروعات الصغيره المتوسطه انا بسال سؤال، لو مشروع زراعي ولكن من نشاط زراعي ولكن هو مشروعات صغيره متوسطه، ايش دخل وزاره الصناعه بيه؟ هيفهموا ازاي دورته؟ ليس تقليلا من شان وزاره الصناعه. ما احنا يا فندم، ما احنا المشكله، ما لسه باشمهندس محمد كان بيتكلم، احنا مش عايزين نتعامل في جزر منعزله مع بعضها. موقع حضرتك هتنقل الموضوع للزراعه، موضوع ما هو ده اللي هيحصل، دي مشكلة هتحصل. النهارده الهيئه تبع وزاره الصناعه، طب لو في مشروع زراعي عنده مشكله، على هديك مثال بسيط جدا في ربع ثانيه. معظم الشركات الزراعيه والفلاحين متعثرين مع بنك التنميه الزراعيه. ليه؟ لان البنوك مش فاهمه دوره النشاط بتاعتهم. المزارع يا فندم او شركه بتاعت الانتاج الزراعي، دوره الانتاج بتاعهم التحصيل بتاعهم مرتين في السنه، هو صيف وشتاء، منتج صيفي ومنتج شتوي، محصول صيفي ومحصول شتوي، في حين البنوك بتفرض عليهم تحصيل شهري للاقساط بتاعت القرض. فمشكله من هذا القبيل. طب باشمهندس محمد، عايزين ندي بصيص امل، لان خصوصا في بعض الاشخاص فعلا بداوا خدوا قروض من الدوله، عملوا مصانع، بداوا يجهزوا في المصانع دي، فوجئوا بان المده استنزفت، مده اعداد تجهيز المصنع لحين التشغيل، وتوقفوا، وفوجئوا كمان بان الدوله في بعض المواقف وفق لشروط وضوابط كانت موضوعه مسبقا بتقول لهم لا انا هسحب المصانع او الى اخره. شايف حضرتك مثل هذه المشكلات، ودي حصلت كتير وفقمت من حجم المصانع المتعثره، مثل هذه المشكلات هل تتنازل الدوله؟ هل الـ الشخص اللي هو بيتولى هذا المشروع بيقوم على هذا المشروع يتعهد بالزامات جديده، او شايف حضرتك المخارج تكون ازاي؟ في شقين في الموضوع ده. اتفضل. تتحمل الدوله؟ تتحمل الدوله. ايه يعني؟ هو بيديله، هو الدوله عارفه كويس قوي ان في اربع خمس سنين الدنيا كانت لابسه في الحيط. تمام. خلاص؟ ايه يعني لما يكون مستثمر محترم جدي باني مصنع وبيحاول وخلصت المده بتاعته 3 سنين، ما يديله سنتين ثلاثه كمان؟ ايه اللي هيحصل؟ طب وماذا اذا لم تثبت الجديه؟ لان احنا مش هنقدر نقول ان كل الناس اسوياء 100%. تمام. حته لم تثبت الجديه دي واجب على الدوله المتابعه. يعني ادي مثل حضرتك، في مناطق صناعيه كتيره بدون داعي ذكر اي حاجه، يجي واحد ياخد حته ارض، ياخدها من الجهاز تتخصص له، يبني حته سور وكل سنه وانت طيب، سقعها ويسيبها وعايز يبيعها وبعدين يبيعها. كم الاراضي اللي بالطريقه دي؟ كتير. سالت احد المسؤولين في المحافظه، عايزين حته ارض نعمل ايه؟ قال لي والله دي مشكله كبيره ما بين وزاره الصناعه وهيئه التنميه الصناعيه، بيجي المستثمر يبني سور ويحط كم اساس ويقول لك خلاص ده المصنع ما نقدرش نسحبه ما نقدرش ناخده. في هذه الحاله ده غير جدي، لان انت عندك هيئه تنميه صناعيه مدياله ترخيص ان هو يشتغل في فتره معينه،
المشكله في ايه؟ ان هو بيبيع له الارض. طب الدوله لو ما باعتش الارض، لو اديتها حق استغلال وعمل كده تقدر تاخدها منه. في تحايل يا فندم كمان، يعني انا ببيع الارض وباخد مده جديده عشان ابتدي انا من جديد ونبدا بقى نخش في النهارده. انا بطالب الدوله انها ما تبيعش اراضي الصناعه، تديها بحق استغلال، تديها بايجار، تديها ببلاش لمده 3 4 5 سنين وهكذا. كل ده تشجيع، لكن انا احط الفلوس اللي معايا 5 مليون 10 مليون هستلف عليهم من البنك، احطهم في ارض عشان اشتري 2000 3000 متر ب 3 4 مليون جنيه؟ لا طبعا ما ينفعش. الحقيقه الموضوع مهم وكبير، وان شاء الله بنعمل فيه المزيد من الحلول والتحرك الايجابي للدوله، ونتمنى المناقشه فيه في اكتر من حلقه باذن الله. وبالتاكيد نستضيف حضراتكم ونستفيد من خبراتكم في هذا المجال، لكن للاسف هو وقت البرنامج. انا ليا نص كلمه بس بعد اذنك. انا شفت في الحاجه اللي عملتوها التعريفيه اللي في الاول، الفيلم التعريفي او التسجيلي، التقرير عن ان احنا نجحنا ناخد نقطار الثاني من بنك مش عارف ايه 4 مليار ولا خلاف حاجه زي كده. تمام. أنا بقول إن أنا الأوان للحكومة أن تكف عن التباهي بقدراتها على الاقتراض، وأن تبدأ بالتباهي على قدراتها على الإصلاح. ده إن شاء الله بننتظره بإذن الله، كلنا عايشين على هذا الأمر يا دكتور. يعني إحنا ما فيش في إيدينا غير إن إحنا ننتظر، لأن الأمل بإذن الله هو اللي كفيل إن هو يحرك الأمر ده، لأن التفاؤل مهم جدا في المرحلة اللي إحنا فيها. إن شاء الله. في نهاية حلقة النهاردة بنشكر الباشمهندس محمد البيلي عضو اتحاد الصناعات، وبنشكر أيضا الدكتور خالد نجاتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة المتوسطة. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامج أوراق اقتصادية. إلى اللقاء الحلقة القادمة الأسبوع القادم، وأوراق جديدة.